سامية الزقلة، مصممة الستراس، أو أنا بغير القطع من عادية لمش عادية بحجار الشوارفسكي، أو بنقدر نعتبرها الكريستال. ونعرفت بهذا الإشي وأنا كتير مبسوطة، يعني فخورة بهذا الإشي، الإشي اللي أنا عملته إنه من شيء صغير عملت اسم وتطور، ومن فكرة يعني كانت حلم صارت حقيقة وإشي كتير كبير. يعني هي صراحة هواية وموهبة. يعني أنا من قبل ما أفوت جامعة كان حلمي أدرس ديزاينر يعني، وخلص يمكن ما زبطت، بس فعلياً أنا من أنا صغيرة بحب أشياء الديزاين، بحب عندي هوس بأشياء الألوان، عندي كتير بحب أشوف الأشياء الغريبة، الأشياء الملفتة بحب أطلع عليها، فهي أتوقع كانت موهبة بعدين صارت هواية. طبعاً أنا واحدة كنت فاشلة بالجامعة وانفصلت على سنة رابعة، كنت بالجامعة الأردنية وانفصلت، بعدين صار يعني أهلي عاقبوني 6 أشهر بالبيت، بعدين سجلت بجامعة البتراء عشان أكمل يعني أتخرج وأخذ شهادة، بس كان حرمان إنه كملت جامعة، بس كان حرمان من المصروف، حرمان من الطلعة، حرمان من أي شيء، حتى سيارة ما في أي شيء. فأنا ردة فعلي من هذا الحرمان إيش كان؟ إني أبلش بزنس أونلاين اللي هو هذا اللي إحنا هلأ فيه. بلشته وصار يجيب لي دخل قوي، يعني ما شاء الله، يعني كنت أنا عايشة حياة، أنا أصلاً واحدة بحب حياة الرفاهية، فما بقبل إنه بإشي مثلاً بجيب لي هاي الإشي قليل، أو مثلاً بدي، أو أنا واحدة كتير مسرفة بحياتي. ما بقبل إن أكون مقتصدة وهيك، فلازم إيش أعمل عشان أكون عايش حياتي؟ أشتغل. بلشت بستيرينج، أول ستيرينج بلشته ونباع بسعر حلو، وحتى الكلاينت كانت انه كتير مرتبة وكان اشي حلو، كانت الفيدباك تبعتها كتير حلوة، هي حفزتني اني اكمل. فمن ستيرينج واحد بكنباية بيتنا والحمد لله. طب ليه مو عادي؟ لانه مو عادي، طلعي احلى من الجوسي. بلشت أونلاين من البيت، بعدين نقلت على محل كان 30 متر، ما كان عندي موظفين، بعدين جبت موظفة واحدة ضلت معي 3 سنين ونص، يعني سنة ونص لحالي، بعدين 3 سنين ونص مع موظفة. كنت أحلم يكون عندي تيم، هلأ أنا عندي 12 يعني موظفة تحت إيدي الحمد لله، ومعي شركة كمان، يعني هذا إشي كتير حلو إنه في حدا أكل هم محلي معي، يعني ما بخاف من هذا الإشي. حديت ناس كانوا ضد شغلي، ما رح ينجح، عم تعملي اشي طبعا قبل المكان اللي احنا فيه يعني بسنين، خلينا نحكي عم تعملي اشي جدا سخيف ما حد رح يتقبله. طب انت كيف بدك تقنعي الناس انهم يتقبلوا انهم ياخذوا هاي الاشي؟ هاي اشي لا تعتبر من الضروريات بالحياة ولا حتى الكماليات يعني مثلا.
بس انا صراحه كنت لما اسمع هذا الحكي كنت احكي رح اخليها من الكماليات، رح اخليها من الضروريات، رح اخلي الناس كلها انه تيجي وتقعد، يعني مثلا من ضمن هدول الناس كنت احطهم ببالي انه انتوا رح تصيروا تطلبوا تيجوا ديسكاونت. انا ما رح اقبل. يعني كان في ناس صراحه كثير يفقسوني بشغلي، كنت اقعد ابكي كثير، يعني انه طب ليه هيك؟ 34 ساعه شغل يا شاطره، اكثر من 10,000 حتى يا شاطره، الله يحميكي. غيرت كومبليتلي صح؟ الكوست تبع شغلي كتير عالي، مو رخيص. فانا بالعكس، انا كيف اقول لك، احكي برجع بقول لك، انا زي هون زي ابني الصغير، بصرف عليه كتير، يعني دائما بحلم انه هو رح يكبر كتير ويعطيني عائد. الكوست تبع شغلي كتير عالي، عشان هيك في ناس بتحكي طب ليه اسعارنا شوي غاليه. انا اسعاري مو غاليه، بس بالنسبه للسوق الاردني انا اخترت البزنس اللي كوسته عالي، اخترت البزنس اللي فيه تعب، اخترت بزنس فيه شغل جهد، فيه تفكير، فيه وقت، فيه الحجار الغاليه اللي بتلمع كتير، حتى الجلو اللي مثلا مش انت بتمسك القطعه يلا بيوقعوا دايركت، يعني فيه تفاصيل. فكرة السباركل بيوت سنتر اللي هي برضو تابعة على الكونسبت تبع ساندرس شوب، طورناها أنا وشركائي بموضوع إنه كل التولز، كل الماشين تكون هاند ميد باي ساندرس شوب، يعني ون باي ون كمان الاستيراد. فمثلاً تيجي بفوت الكلاينت بتعمل شعرها بالماشين، السشوار كله استراس، كله بلمعي، هي بتكون تتفرج على المراي، ما بتكون زهقانه من الشيء التقليدي اللي احنا متعودين عليه زي السشوار خلص اسود مثلا وعادي، لا هي بتكون مستمتعه وهي بتطلع على حالها بالمراي وهي بتعمل شعرها. هاي كانت الشيء انا كنت كثير حابه اعمل هاي الايديا، وهي الايديا انا متاكده انها هي فكره مستحيل حدا عملها قبلي بالعالم. يعني احنا لما نشوف الشيء الحلو خلص نستمتع، يعني العين بتشوف قبل اي شيء، قبل ما تحس، قبل ما اي شيء. فهي لما تكون قاعده بتعمل شعرها بمنظر حلو بشيء بلمع، هاي اصلا لحالها طاقه ايجابيه، اي حجر اصلا موجود عندنا طاقه ايجابيه، وانا عم بشتغل على شيء بيعطي عن جد بخلينا هيك مبسوطين اصلا. الوضع الاقتصادي كان طبعا متدني، فانا دايركت اخذت الفكره انه في كورونا برا والشعب الاردني والشعب الخارجي ما عم بيتقبل الماسكات. انا طلعت بفكره انه احنا نحط الحجار الاستراس على الماسكس. هي طلعت صدفه، وعشان افرج الناس انه انت عندك حفله عشان ما يتفشى موضوع كورونا خلينا نحط ماسكات. وزعتهم على المشاهير عشان اطلع الفكره، وهي صارت صدفة انه بوضع الاقتصادي السيء بالكورونا انا صار عندي تطور بمجال شغلي. انا كثير بحب اللكجري لايف ستايل، بحب الاشياء اللي كثير ثقيله ومرتبه والراقيه، حتى بطريقه شغلي. يعني اذا بتشوفي كيف شغلي حتى على السيارات بطريقة عن جد، يعني مش انه تطلع بتحكي ايش هذا، لا بالعكس، يعني تطلع بتحكي انه واو قديش عملته، قديش كلف. هلا اي مشروع اكيد احنا بهمنا الفائدة المادية عشان نقدر نعيش يعني بالحياة، بس انا كمان بهمني انه الكلاينت يطلع من عندي مبسوط ويفوت من عندي بهدف انه يكون مبسوط. يعني اشياء بتفرح اكثر، وانا صراحه مع الزبون كثير، ما بحب انه يطلع زعلان لو ايش ما كان، مستعده احط الماده لزبون مثلا على جنب اذا كان زعلان لحد ما اخليه مبسوط. صراحه البزنس كثير صعب، فيه كثير تعب، يعني ما رح اكذب صراحه، صح انه في الوان ولمعان وحجار، بس فيه تعب كثير، جهد نفسي هون ما بيوقف، يعني انا بحتاج
خلينا نحكي 80% من ايامي لبانادول نايت عشان اعرف انام لانه مخي ما بوقف. باكل همه كثير، بحسه ابني يعني، بخاف عليه وبغار عليه كثير. هلا اي حلم بتحقق بانك تسعي له، تجتهدي، يعني تحاولي تثابري فيه، يعني مثلا تشتغلي عشان انت توصلي لحلمك. ما في حلم بيجي هيك، لازم تشتغلي لحد ما توصلي لهذا الحلم. يعني انا واحده من الناس اللي حلمت بالمكان اللي انا فيه، وبلشت حلمي بقطعه، بعدين صارت اكثر من قطعه، بعدين صارت اشي صغير، بعدين وصلت لهذا الحلم. طبعا من هذا الحلم اللي انا هلا فيه، في احلام اكثر ان شاء الله رح تتحقق. الاشي اللي انا هلا فيه ما توقعت انه يتحقق، كنت احلم، جد كان حلم ما توقعت انه يصير حقيقه. بيوم من الايام كنت انام واحكي يا رب انه هيك يصير، يا رب انه هيك يصير، فعلا صار حقيقه. فاحلامي المستقبليه انا متوقعه ومتاكده انها رح تتحقق، لانه انا عارف الحمد لله انه انا ماشي على شيء يعني صح. يعني الواحد بيشتغل وبيتعب وبيطلع النتيجه، بس طبعا ما وراء النتيجه جهد، وواحد يعني بيوقع ولازم يرجع يوقف، وهيك يعني ما تستسلموا. دريس القنبورين، مواليد سنة 1967، يعني مغربي الجنسية. اهتمامي الأساسي ينصب على يعني البحث العلمي فيما يتعلق بالجماعات الإسلامية والفكر الإسلامي ومقارنة الأديان، حيث حصلت على الدكتوراه من جامعة محمد الخامس في علم مقارنة الأديان والفكر الإسلامي. ثم لدي أعمال روائية، يعني لدي الآن يعني 4 أعمال روائية، آخرها صدر يعني قبل شهرين، سنموت في أورشليم. يعني اهتمامي بالجماعات الإسلامية ويعني بالتنظيمات الإسلامية بشكل عام والتطرف، هذا في الحقيقة لديه قصة يعني أسردها بسرعة، وأنه كان لدي تجربة في الانتماء للحركات الإسلامية في المغرب، وبعدها يعني كانت لي تجربة طويلة في ممارسة الإعلام الإسلامي. يعني أكاد أقول بأنني كنت من أوائل من مارس الإعلام الإسلامي في المغرب، مع في جريدة الراية، ثم فيما بعد من جريدة التجديد التي كانت تصدر عن حركة التوحيد والإصلاح، أو الإصلاح والتجديد، التي أصبحت فيما بعد التوحيد والإصلاح. فهذه الخلفية بالنسبة لي كانت مهمة جدا، لأنني كنت قريبا من هذا المجال ومن التنظيمات الإسلامية. وفي فترة من الفترات كان هناك نوع من الفراغ، وكانت حاجة إلى يعني إلى أقلام، إلى يعني باحثين في هذا المضمار. فكان يعني أنني استفدت من هذه الخلفية التاريخية، وبالتالي أصبح هذا نوع من الشغل الهام بالنسبة لي، خصوصا أن هناك ارتباط بين الحركة الإسلامية، حركات إسلامية عموما، وبين الفكر الإسلامي. يعني أنت عندما تكتب تهتم بالفكر الإسلامي، فأنت تتحرك يعني في هذا الإطار كله، يعني الجانب العقدي، الجانب الفقهي، الجانب التاريخي إلى آخره. فكل هذه الأمور مترابطة، لأن الحركات الإسلامية هذه هي يعني نابعة من 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 الموروث الإسلامي، الموروث الثقافي الذي ننتمي إليه جميعا. علاقتي باللغة الإسبانية، يعني أنا تعلمتها بشكل شخصي، يعني كانت مبادرة شخصية بدون أي مدرسة، بدون أي معهد. كانت البداية سنة 2004، وكان يعني الدافع لنقول كان دافعا أدبيا ثقافيا، حيث كنت أطالع بشكل كبير الرواية الأمريكية اللاتينية، رواية أمريكا الجنوبية. ففي فترة من كنت أقرأها سواء بالعربية مترجمة أو مترجمة إلى اللغة الفرنسية. في فترة من الفترات قلت لماذا لا أحاول أن أتعلم هذه اللغة الثالثة، يعني اللغة الإسبانية، خاصة وأن هناك نوع من القرب سواء على المستوى المعجم، سواء على المستوى الصرفي أو النحوي، بين اللغتي العربية والإسبانية. مجلس الجالية المغربية في الخارج أنا
التحقت به قبل بضع سنوات، هو مؤسسة استشارية تشتغل في قضايا الهجرة بشكل خاص، وكانت قد أنشئت سنة 2008، يعني بدافع أن تكون مؤسسة استشارية تقدم يعني خدمة للمؤسسات الرسمية للدولة للحكومة فيما يتعلق بالهجرة، خاصة ونحن نعرف أن هناك يعني عدة مغاربة موجودين في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، وهؤلاء محتاجون إلى يعني عرض ثقافي وعرض يعني فكري وتربوي يجعلهم في خدمة بلدهم، وبالتالي يديم هذه الاستمرارية ما بين المغرب وبين هذه الجالية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. هناك قرابة كبيرة ما بين الحركات الإسلامية والتنظيمات الجهادية الإسلامية، ما بين الهجرة الآن ويعني تسرب بعض المتطرفين وتسللهم مع المهاجرين ومع قوارب سرية إلى أوروبا، بحيث يعني أصبحوا يشكلون خطرا في الضفة المتوسط. أيضا هناك ارتباط ما بين لنقول تدبير الشأن الديني في أوروبا. وعملي الأساسي ضمن فريق داخل مجلس الجالية المغربية يهتم يعني ينصب أساسا على يعني رصد تحولات الهجرة وتحولات الإسلام في أوروبا بوجه خاص، والاشتغال على هذه القضايا خاصة في المراحل التي يكون فيها نوع من التحديات الاجتماعية أو الثقافية داخل البلدان الأوروبية، مثلا مثل ظاهرة الإسلاموفوبيا التي أصبحت تتصاعد بشكل كبير الآن داخل أوروبا، وأصبحت هناك بل صناعة الإسلاموفوبيا، لأن بسبب يعني اليمين المتطرف الذي يتصاعد اليوم في وينمو في مختلف البلدان الأوروبية، هناك يعني اليوم أصبحنا أمام ظاهرة صناعة الإسلاموفوبيا، يعني أصبحت يعني سياسة معينة لخلق نوع من الكراهية تجاه المهاجرين بشكل عام وتجاه المسلمين والإسلام بوجه خاص، وهذا ما يدفع مجموعة من الدول الأوروبية إلى محاولة جعل تدبير الأمر الديني محليا مثل فرنسا وتكوين الأئمة داخل فرنسا. وهذا بالمناسبة أنه جزء من اهتمامات مجلس الجالية المغربية في الخارج، يعني هم العمل الأساسي هو رصد هذه الظواهر، التطرف الديني أيضا، التحولات، التدين داخل البلدان الأوروبية. هذا بشكل عام هو الإطار الذي نتحرك فيه كباحثين داخل المجلس. أطروحتي للدكتوراه كانت حول الموضوع يعني حرية المعتقد في الأديان السماوية، دراسة مقارنة بين الإسلام واليهودية ولا المسيحية، وهي التي يعني نشرتها مؤخرا في دار الفكر المعاصر بلبنان تحت عنوان الأسس الدينية والفلسفية لحرية المعتقد في الفكر الغربي الحديث. يعني وجاءت هذه من وحي النقاش والجدال الذي يعني كان موجودا في العالم العربي وما لازال مستمرا يعني داخل ما يسمى بالتيار التنويري. اليوم عندي يمر بشكل يعني طبيعي كأي مواطن، وطبعا يتخلله بعض الاهتمامات التي تشغلني بشكل يومي، واصبحت يعني روتينيه بالنسبه لي طوال يعني سنوات طويله. ففي الصباح لابد من يعني متابعه مستجدات الاخبار الوطنيه والدوليه لكي يعني يموقع الانسان نفسه في هذا العالم الذي يمر بالتحولات والتغيرات. بعد ذلك يعني التوجه الى العمل ومتابعة الملفات التي أشتغل عليها، إن كانت هناك ملفات يعني مريحة. في المساء يعني بعد عادة أمر إلى المقهى أخذ قهوة مع بعض الأصدقاء، ثم أحيانا يعني أمر على مكتبات لأرى ما هو جديد في الإصدارات، وفي البيت يعني أتابع بنتي هاجر وسارة بعض الشؤون التي تهمهما. لدي البنت الكبرى هاجر تتابع دراسة في فرنسا، عادة يعني نتباحث ونتداول في بعض القضايا، والبنت التي تعيش معنا هنا في البيت سارة أحيانا أتابع معها ما يتعلق بمراجعة بعض الدروس، وإن كانت والدتها هي التي تقوم بحصة أسد من هذا الأمر.
ثم أتفرغ لي يعني لمتابعة ما أكتبه وللقراءة والمطالعة بشكل عام يعني داخل مكتبتي الخاصة في البيت. أشارك باستمرار في مجموعة من الندوات والمؤتمرات التي أدعى إليها والتي يعني تندرج ضمن الموضوعات التي أشتغل عليها، يعني الجوانب الفكرية والجوانب الدينية بوجه خاص والحركات المتطرفة والإسلام السياسي. رياضة الأيكيدو هي واحدة من ضمن يعني ما يسمى فنون الحرب أو فنون القتال، وهي ذات أصول يابانية كما هو معروف. ونحن نعرف أن يعني هذه الفنون فنون الحرب يعني ناتجة عن ثقافات روحانية شرقية، يعني هناك خليط ما بين هذه الحركات وما بين يعني الديانات الشرقية الروحية، يعني البوذية الكونفوشيوسية المانوية إلى آخره، وهي تتميز بأنها يعني تحاول أن تفجر يعني الطاقة العنيفة داخل الإنسان، أن توفر له نوعا من الارتياح النفسي وأن تخلق نوعا من انسجام ما بين الروح والجسد، وهذا هو الأصل يعني في أصولها اليابانية أو الصينية. دائما هناك ارتباط ما بين الروح والجسد، ولذلك نلاحظ أن الذين يمارسونها أو الذين أبدعوها في الأصل يعني عاشوا فترات طويلة وكانوا دائما يتحدون الجسد، كان هناك نوع من الصراع بين الروح والجسد بحيث أنه يتم يعني تحدي الجسد وتخفيف من الطاقة السلبية التي يتوفر عليها. عموما هذه أصول هذه الرياضة. أما بالنسبة لي فأنا يعني اخترتها يعني في البداية لم يكن لي خبرة فيها ولا معرفة فيها، ولكن يعني الصدفة لعب الدور الأساسي فيها، وهذا جعلني يعني أعشق هذه الرياضة بشكل كبير جدا، بحيث أصبحت أعتبرها جزءا من مني، جزءا من كياني، بل أعتبرها يعني ثقافة يعني معينة يجب أن يتعاطى الإنسان. ونحن نعرف بأن يعني المسلمين والعرب كانوا دائما ينصحون بالرياضة بخلق هذا التوازن بين الروح والجسد، وحتى الصلاة في الإسلام هي نوع من هذا الاندماج، هذا الانسجام بين الروح وبين الجسد، لأن فيها نوع من العبودية، ولكن أيضا فيها طقوس حركية إلى آخره. كذلك الحج، كذلك مجموعة من الطقوس أو الشعائر الإسلامية. إذن أنا اختياري جاء كما قلت بالمصادفة، ولكن الصدفة كانت خيرا وأعطت عشقا فيما بعد، يعني أصبحت نوعا من العشق، أصبحت نوعا من الممارسة، واستفدت من مجموعة من الإخوة هنا، من الأستاذ المهدي الذي معنا، يعني فرقة طيبة وجيدة ورائعة، فهذا جعلني أعشق هذه الرياضة بشكل كبير.